هذا سائل يسأل يقول: دخلت المسجد وجدت المصلين يصلون المغرب وأنا لم أصلي العصر، فهل أدخل معهم بنية العصر وبعد ذلك أصلي المغرب منفردا، أم أصلي معهم المغرب وبعد أصلي العصر قضاء؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك. أولا، تأخير العصر إلى دخول وقت المغرب إن كان متعمدا فهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فمن ترك صلاة العصر إلى غروب الشمس، غربت الشمس، وهو متعمد هذا، يعني ليس نائما أو ناسيا، بل هو متعمد يعلم أن عليه صلاة العصر وأنه دخل وقتها وانتظر حتى تغرب الشمس، فهذا كل عمله السابق من صلاة وصيام وزكاة وحج، كما قال النبي: ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. فالموتور هو الذي يحترق ويفقد ويخسر كل أهله وكل ماله، هذا يسمى وتر، فهذا أمر عظيم. فهذا الذي يسأل هذا السائل هو كان يعلم أن عليه صلاة العصر لا ينتظر حتى يذهب إلى المسجد، كان يجب أن يصليها على طول مباشرة في المكان الذي هو فيه، في بيته، في سوقه، يصليها. فإن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليدرك العصر. فإذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس يكون أدرك العصر، أما إذا غربت الشمس ولم يدرك ركعة يكون ضاعت عليه صلاة العصر، فيصدق فيه هذا الحديث الذي سمعتموه. أما لو كان معذورا، يعني نسي أنه صلى العصر ودخل وتذكر هذا بعد غروب الشمس ودخل ووجد الناس يصلوا المغرب، فالصحيح إن شاء الله أنه يدخل معهم بنية العصر، ويمر العصر ويصلي مع الإمام ثم يقوم، يعني يجلس في الركعة الثالثة معه ولكن لا يسلم معه، ثم يقوم يكمل ركعة، ثم بعد ذلك بعد التسليم يصلي صلاة المغرب. وهكذا في أي صلاة، يعني الإنسان كان نسيها ودخل، وكان دخل وقت الصلاة الثانية فيدخل مع الإمام بنيته وبنيته هو، ثم بعد ذلك يقوم يصلي الصلاة التي يعني دخلت، كان مغرب أو كان عشاء أو كان غيره. نعم يا شيخ. يقول النائم اللي نايم كان نايم. يعني كان نايم وقام، ثم بعد ذلك فاتته الصلاة وراح داخل المسجد، كان نائم مثلا عن صلاة الظهر وجد الناس في صلاة العصر، فعند ذلك يدخل معهم بنية الظهر في المسجد، ثم بعد ذلك يصلي العصر بعد ذلك حتى يصير في ترتيب الصلوات.